مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقائنا الأسبوعي المتجدد على شاشة النيل للأخبار وحلقة جديدة من بنت النيل. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة الإخوة الأقباط بيحتفلوا بعيد القيامة المجيد، وبكرة هنحتفل كل المصريين بعيد شم النسيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. شم النسيم والطقوس الخاصة اللي بيتبعها المصريين من مئات السنين في الاحتفال بهذه المناسبة بالخروج للمتنزهات وتناول أطعمة معينة هيكون ليها وقفة حوارية في حلقة اليوم من بنت النيل. عندنا وقفة حوارية أخرى في حلقة اليوم حول مطالبة ممثلات المرأة بالنقابات العمالية الـ 24 للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعقد اجتماع عاجل لبحث الخطة المستقبلية لأنشطة المرأة العاملة ورعاية المرأة العاملة. ده في إطار الاهتمام بمشاركة المرأة المصرية، خصوصا المرأة المصرية العاملة في الانتخابات البرلمانية القادمة بإذن الله، سواء كانت على مقاعد الفردي أو على القوائم. الجدير بالذكر أن عدد النساء العاملات أو قوة العمل النسائية في القطاع الإنتاجي والخدمي بتمثل 8 مليون نسمة، عدد مش قليل ويستحق بالفعل أن احنا نتتبعه في حلقة اليوم من بنت النيل بالبحث في مطالبات المرأة العاملة وأوضاعها المستقبلية ورعاية المرأة العاملة. فاصل قصير ثم نبدأ وقفتنا الحوارية الأولى في حلقة اليوم حول العادات الغذائية المصرية في شم النسيم، وإيه اللي المفروض نعمله وإزاي نقضي شم النسيم آمن بإذن الله. ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم في وقفتنا الحوارية الأولى في حلقة اليوم من بنت النيل، ويسعدنا أن يكون معنا في استوديو بنت النيل لهذا اليوم الدكتور علي رشاد، أستاذ مساعد التغذية وعلوم الأطعمة بجامعة حلوان. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بك وأهلا بكل استوديو. كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة أعياد شم النسيم، وعايزين نعرف إزاي نحتفل بعيد الربيع وأعياد شم النسيم بطريقة آمنة وإن ما يبقاش في مشاكل. هو سؤال كبير مش عارف هقدر نجاوب على السؤال ده ولا لا. الحقيقه زي ما حضرتك قلتي ان هو احتفال بقاله الاف السنين. احنا عندنا كلتشر، عندنا ثقافه قويه، الثقافه بتاثر احنا في عاداتنا الغذائيه اليوميه. لكن احنا النهارده هنتكلم بقدر الامكان عن تغيير عادات غذائيه، او نقول احنا نظبط عاداتنا الغذائيه بحيث ان احنا ما تضرناش في الاخر. احنا هنتكلم في البداية عن الوجه الحسن، الوجه الجميل في شم النسيم. بيبقى يوم جميل، خضروات، ملانة، بقدونس، خس، جرجير، شيء جميل، مركبات فينولية، مركبات بتحمي الإنسان من أمراض قلب وشرايين، والبيض رائع لو تم طهيه بطريقة جيدة. بيض جميل ورائع ومثالي في كمية البروتينات، الأحماض الأمينية الموجودة فيه، غني بالكبريت، غني بالحديد، مثالي، غذاء مثالي. وكنا زمان بنحذر الناس أنهم ما يأكلوش كمية كبيرة من البيض نتيجة أنه بيبقى غني بالكوليسترول. لكن الحقيقة أن الإحصائيات أو الدراسات اللي اتعملت بعد كده بتقول أن في كمية من الفوسفوليبيدات ممكن تحمي من أمراض قلب وشرايين. يعني كنا الأول بنقول ناكل بيضة في الأسبوع أو بيضتين بالكتير، لكن ممكن نتناول دوت بصورة يومية لأن فعلا في كمية من الفوسفوليبيدات أنها ممكن تحمي من أمراض قلب وشرايين. يعني البيض اللي كان متهم بأنه هو بيزود الكوليسترول تمام. وبيسبب أمراض الشرايين والقلب تمام. أصبح تمام. يعني بريء من الأمراض دي. بالضبط 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 كده. يبقى احنا خدنا الوجه الجميل في القضية، اتكلمنا عن الخضروات. الخضروات مش بس بتحتوي على مركبات بتحمي من أمراض قلب وشرايين وترفع المناعة، لكن هي أيضا بتحتوي على مركبات مضادة للفيروسات، مضادة للبكتيريا. زي عندنا البصل الأخضر في مركبات، البصل الأخضر مطهر في كمية من الفلافونويدات، خاصة مركب اسمه كورسيتين، ده ممكن يحمي من أمراض قلب وشرايين ويرفع المناعة عند البني آدم، عند الإنسان.
عندنا الليمون كمان مصدر لفيتامين سي، بيرفع المناعه وبيدي احتياجات الانسان من فيتامين سي. عندنا الخضروات الورقيه، الخضراء داكنه الخضره هي مقدمات لفيتامين الف، يعني طبعا مش فيتامين الف، فيتامين الف ده موجود بس في المصادر الحيوانيه، لكن هي مقدمات لفيتامين الف بتتحول داخل الجسم لفيتامين الف، وبتعمل كمان كمضادات اكسده. عندنا الحمص في كميه كبيره من البروتينات، في كميه من الالياف، في كميه رائعه من المتوازن في الصوديوم بتاعه والبوتاسيوم. فعندنا جانب مضيء جميل جدا في شم النسيم. طب خلينا نتوقف مع الجوانب المضيئة وهنخرج لفاصل. طيب. ثم نعود الحوار عن الجوانب غير المضيئة بعد هذا الفاصل. طيب. ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، بنجدد التحية بحضراتكم من جديد، وضفنا في بنت النيل لهذا اليوم الدكتور علي رشاد، أستاذ مساعد التغذية وعلوم الأطعمة بجامعة حلوان. بجدد التحية بحضرتك. أهلا بك. كنا بنتحدث قبل الفاصل عن الجوانب المضيئة، ماذا عن الجوانب غير المضيئة؟ الجوانب غير المضيئة جوانب حزينة جدا. الجانب الأول هو التسمم البتشوليني، أو أحيانا بيسموه المنباري أو البيتيوليزم. اتسمى كده لأن أساساً كان ظهر في اللحوم وظهر في أنواع من السجق. التسمم ده أو السم دوت هو سم بيستخدم في الحروب البيولوجية. يعني لو أنا قلت لحضرتك أن 28 جرام ونص من السم دوت ممكن يقضي على أمريكا كلها، تصوري ده. 28 جرام ونص؟ 28 جرام ونص. هديكي كمان الأكتر من كده. لو قلنا 568 ملي من السم ده اتوزع على العالم، هيقضي على العالم كاملا. في 9 انواع من التسممات الغذائيه، اخطر نوع فيهم هو التسمم بتاع الفسيخ او البيتيوليزم. سو البيتيوليزم ده هو اسم المرض، سو اسمه بيتيوليزم. البكتيريا اللي بتسبب ده هي بكتيريا اسمها كولستريديوم بيتيولينم، وفيها منها 7 انواع، 7 A و B و C و D و E و F و G، 7 أنواع. السبع أنواع دول زي ما قلت لحضرتك قاتلين. السم بيعمل إيه؟ يعني إذن التسمم البتشوليني هو مصدره السم مش البكتيريا. يعني لما في السلمونيلا البكتيريا المرضية هي اللي بتسبب الأعراض اللي إحنا بنشوفها، لكن التسمم البتشوليني هو سم مسؤول عنه. عشان كده لما في حالات الإصابة ما ينفعش ان انا اروح لطبيب عادي واخد مضاد حيوي او باراسيتامول او فلاجيل، الحاجات دي كلها ما تشتغلش. اللي يشتغل هو الترياء بتاع السم اللي هو مضاد السم، ومضاد السم ده موجود فقط في مراكز السموم، وموجود في القصر العيني او في عين شمس او في اسكندريه او في بعض المراكز، لكن مش موجود عند الطبيب، وفي كتير مستشفيات مش موجود دوت. الترياء دوت بيكلف الدوله حوالي 7 مليون جنيه. الترياء الواحد بيكلف للفرد الواحد من 75 ألف جنيه ل 90 ألف جنيه، فأرقام ما حصلتش. السم ده بيجي عند الخلية العصبية، أو الخلية العصبية بتفرز نوع من نيرو ترانزميتر أو ناقلات عصبية. الناقلات العصبية دي بتعمل كوميونيكيشن أو بتعمل اتصال بالعضلة عشان تأمرها، تقول لها تنقبض. لما السم ده بيفرز، السم بيمنع انتاج الاسيتايل كولين، النيرو ترانزميتر ديت، النقلات العصبيه. لما يمنع نقلها بالتالي العضله ما بيبقاش عندها القدره انها تنقبض. وبالتالي لما بتشوفي الاطفال قبل سن سنه مصابين بالبتيوليزم، هتلاقيهم عاملين زي العجينه، فاقدين عندهم حاله ارتخاء. تمام كده، هايبوتونيك. كذلك هتلاقي في الناس اللي عندهم في الحالات ديت اللي اصيبوا بهذا السم، بالظبط كده، هتلاقي العينين عندهم مرتخيه. بيبتدي الاعراض بتاعته زي ما قلنا من حوالي 12 ساعه ل 36 ساعه، الفتره ظهور الاعراض. يعني الشخص اللي بياكل الغذاء بتاعه ده ما بيظهرش في ذات الوقت وبيموت فجاه. لا، بتظهر عليه اعراض ممكن من 8 ساعات، يعني لو قلنا من 8 ساعات ل 36 ساعه بتظهر عليه اعراض التسمم الغذائي. الاعراض دي بتبقى شكلها ازاي؟ بتبقى زغلله في الرؤيه، بيبقى صعوبه في البلع، بيبقى رؤيه ازدواجيه، بيشوف الحاجه اتنين.
ويحصل له شلل في عضلات البلع وفي عضلات التنفس، بيحصل له في بعض الحالات ستاترينج بيتهتي، وفي حاله بيبقى ضعيف جدا في حاله انه في الحالات ديت الشخص لو ظهرت عليه الاعراض دي احنا يجب احنا يتعرض على طبيب، ويكون الطبيب يكون مثلا في مستشفى القصر العيني، لان يعني تخصصه السموم علاج سموم بالظبط كده، ويتعالج في حالات في مراكز السموم وليس عند اي مستشفى او اي طبيب عادي. طب دكتور علي، اللي بياكل ايه هو العرضه للاصابه بهذا النوع من التتعب؟ سمك ملوث، سمك فسيخ ملوث، ملوث بايه؟ بالسلمونيلا. طيب بالبيتيوليزم او بكلوستريديوم بيتيولاينم. سو كلوستريديوم بيتيولاينم دي بتيجي ازاي؟ مصادرها ايه؟ مصادرها التربه والتراب. احنا لما بنيجي نعمل فسيخ نسيبه في الشمس عشان يتفسخ ويتنفخ ويتعرض لاتربه البيئيه، الاتربه البيئيه ديت بيبقى فيها الجراثيم. البكتيريا عندها القدره انها تتجرثم. يعني ايه تتجرثم؟ يعني لما تلاقي ظروف غير مناسبه تعمل كجرثومه، الجرثومه دي تفضل حبسه نفسها لحد ما تلاقي ظروف مناسبه وتتضاعف. سو هو بيبقى موجود في التراب، ولما يتنقل لاوعيه محكمه الغلق بتبدا الجراثيم تبدا تشتغل وتبدا يحصل لها ملتيبليكيشن، يحصل لها نمو. لما يحصل لها نمو تبدا تفرز السم دوت. لما بتفرز السم السم دوت هو مصدر الخطوره ومصدر البيتيوليزم. بس ده كلام حضرتك يعني لا ينطوي عن على الفسيخ فقط ولكن كل انواع الاسماك؟ الاسماك بالتحديد هي المصدر الرئيسي. لو تلوثت المصدر الرئيسي لذلك. الاسماك بالتحديد. طب نعمل ايه علشان نضمن ان السمك اللي احنا بناكله، اعرف منين اذا كان ده ملوث ولا غير ملوث؟ تمام قوي. اول حاجه اشوف مظهر السمكه شكلها عامل ازاي. لقيت عينيها مش موجوده، يعني معموله في صفايح، العينين مش موجودين، طريه طراوه شديده، رائحتها غير طبيعيه، نفاذه شديده النفاذيه، القشر بتاعها متقشر، عليها بقع زرقاء، ده يديني بما يعني لا شك فيه ان هذه سمكه يمكن ان تكون مصابه بالتسمم او يكون جواها السم بتاع البيتيوليزم. ما اشتريش من اي حد، ما اشتريش من بياع، ما اشتريش من ناس اشك انهم بيعملوا تحت بير السلم الحاجات ديت، اشتريها من مكان موثوق فيه وفسخاني متوارث هذه المهنه ابا عن جد. يعني ما نشتريهوش من اماكن مجهوله المصدر او الناس اللي بتبقى واقفه اللي هي الباعه الجائلين. الثمن غالي، هيبقى الثمن غالي، الثمن غالي علشان نقضي يوم سعيد في شم النسيم. طيب حضرتك يعني فتحت لنا الباب ان احنا نسال، هل ممكن ان نوجد حل لمشكله تلوث الاسماك دي بان احنا نعمله في البيت؟ طبعا طبعا، ده هو ده الاساس وهي دي الدعوه. انا النهارده بدل ما اجي النهارده وبكره شم النسيم، انا كنت مفترض اجي من شهر مع حضرتك هنا اهو علشان نقول للناس ان احنا نقلل ازاي او ندقي ازاي انفسنا من التسمم الغذائي. يعني قبل شم النسيم بشهر يجب ان احنا نعمل حلقه زي كده، نجيب ناس خبراء او وزي او غيري ان احنا نتكلم في الموضوع دوت. سو الافضل انه يتعمل في المنزل. ازاي اروح اشتري السمك البوري؟ افترض ان انا عايز اعمل فسيخ، اوكي. سو اشتري السمك البوري البلدي من مكان موثوق فيه، واعرف العلامات بتاعه تزقت السمكه، الاقي السمكه انسجتها متماسكه مش مقطوعه، احط صباعي صباعي الانسجه ترد، مش الانسجه يغوص ما بيغرسش بالظبط كده، الخياشيم ورديه ريحتها جميله، تمام، يبقى انا تاكدت ان السمكه بتاعتي دي صح، هي سمكه سليمه وصحيه. دي نمره واحد. نمره اتنين، هنقول النهارده حاجه غريبه شويه عن تفسيخ البوري. سو عادة الناس لما بتعمل تفسيخ البوري بيبقى منظر مش جميل قوي، انه يتفسخ في الشمس او يتفسخ في على حبل، بيبقى شكله مش مظبوط. مش شكله بس، مشكلته انه بيحمل اتربه، والاتربه زي ما قلنا فيها الجراثيم بتاعه البيتيوليزم. فما ينفعش كده. اللي احنا هنعمله هنجيب السمكه بتاعتنا، افترض سمكه كبيره بوري، اغسلها كويس، انضفها وما افتحهاش. بعدين ابدا احطها داخل الفرن. فرن؟ احطها داخل الفرن في درجه حراره حوالي 150 180 درجه مئويه لمده من 15 ل 20 دقيقه.
اطلع السمكه بتاعتي واحشيها بالخلطه ديت. احشيها ملح، شطه، احشيها تيومر. يعني هفتح السمكه ولا من بره؟ لا 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 لا، هنحشيها عن طريق الخياشيم والفم. سو مش تتفتح، يبقى السمكه اوكي مقفوله زي ما هي. مقفوله زي ما هي، وهنحشي الخلطه ديت بداخل السمكه من خلال الخياشيم ومن خلال الفم. سو قلنا ملح، وقلنا شطه، ورق لورا، كركم. الخلطة الجميلة دي كلها نحشيها داخل السمكة من خلال الخياشيم ومن خلال الفم. في أكتر بقى من طريقة. في الناس اللي هم بيحبوا أن طعم السمك يبقى أفضل وأجمل، ممكن تحطيها في برميل خشب، تبقى أطعم. تجيب البرميل الخشب وتحطي فيه الملح بتاعك في القاع، وترصصي فيه السمك بتاعك، سمكة وشوية ملح، سمكة وشوية ملح، وفي الآخر خالص تقفلي بملح وتقفلي الغطاء بتاعك كويس جدا بطبقة بلاستيك أو غطاء بلاستيك محكم وعليه قماشة. في طريقة تانية، لو أنت ما عندكيش برميل، ممكن تجيبي مثلا سمكتين متوسطتين وتحطيهم في ألمونيوم فويل بنفس الحشو دوت، وتحطي برضو ملح من فوق وتحت، وتقفلي كويس، وتأكدي أنك تتخلصتي من الهواء، وتدخليها في أكتر 4-5-6 أكياس وتقفليها كويس. طب ما ينفعش برطمانات زجاجية؟ تمام اكزاكتلي. لو أنت عندك برطمانات زجاجية جميل جدا، اعملي دوت، اعملي ده. في ناس بتعمل تانية برضو، دي طريقة كويسة، أن يجيب البورية الكبيرة برضو يحشيها بنفس الطريقة، ويجيب أكياس نظيفة ما استخدمتش في أي غرض آخر، وتروح تتقفل كويس، وتتعمل بسوليتيب، وتتحط في مكان يكون في دولاب مقفول، وياريت يكون الدولاب يكون أفضل يكون في البلكونة، ما يكونش داخل المطبخ. لأن في الثلاث أيام الأولى الريحة شوية عالية. أوكي؟ فدي طريقة أمنة. سو أنا عملت إيه؟ ضمنت السمك اللي أنا اشتريته أنه صفاته الفيزيقية سليم، ضمنت ان انا مملحه بطريقة كافية والمدة كافية. احنا بقى مقلناش قد ايه. سو المدة من 21 ل 30 يوم هي مدة كافية انها تقضي just in case ان في اي ميكروبات او اي جراثيم او اي طفيليات موجودة. يعني التمليح الشديد ده والحفظ بالطريقة دي بيقضي على الميكروبات اللي ممكن تكون موجودة بالزبط. جوه ليه؟ لان الملح هو طريقة حفظ، طريقة من طرق حفظ الأطعمة. سو هو بيعمل إيه الملح؟ الملح عنده خاصية ارتفاع الضغط الأسموزي. سو هو يسحب المية من الأنسجة بتاعة الأسماك. البكتيريا عشان تعيش محتاجة ظروف بيئية مناسبة. عايزة إيه؟ عايزة مية، عايزة كربوهيدرات، عايزة بروتين، وعايزة دهون علشان ترعرع. أنت بتحرميها من دوت التغذية بتاعتها. بتحرميها من التغذية بتاعتها، وبالتالي ما بتديهاش فرصة انها تنمو، لانك انت عملت كل الظروف البيئية. كمان ان انا اراعي الظروف، ان انا المسطح اللي انا شغال فيه يكون مسطح نظيف عشان ما جيش اي بكتيريا تانية. ان انا البكتيريا السمكة بتاعتي غسلها، كل الظروف والاحتياطات، الكيس بتاعي كيس نظيف، الملح اللي انا شاريه ملح بحري، ملح بحري خشن، ورق اللورا جايبه من مكان نظيف. الملح، الكمون، يعني انت عارفة يعني ذا هول كونسبت، الدنيا كلها تبقى ماشيه صح. طب دكتور علي، يعني احنا تحدثنا في اول لقائنا عن البيض وانه هو مفيد ومهم جدا، وانه هو بريء من الاصابه بامراض القلب، لكن في شروط لطهي البيض بحيث انه هو ما يبقاش برضو مصدر للتسمم وان كان نوع تاني من التسمم؟ تمام. انا معاكي في دوت. البيض، احنا عندنا عادة سيئة جدا ان بعض الرياضيين بيشربوا البيض واللبن مع بعض together ويشربوه. العادة دي خاطئة. البيض ني. البيض ني، تمام كده. سو العادة دي خاطئة. اوكي. سو هي خاطئة ليه؟ لان ارحام الرحم بتاع الدجاج ممكن انه يكون يحمل بعض الميكروبات المرضية زي السالمونيلا. سو بتنتقل خلال عملية تكوين البيضة. لما تنتقل خلال عملية تكوين البيضة، البيض بيبقى ملوث بالسالمونيلا. سو بيبقى الرياضي مكان ان هو بيتقوى بالبيض، بالعكس ده هو ممكن يصيب نفسه بتسمم بالسالمونيلا. دي حاجة. بعدين البيض نفسه في الافيدين او واحد من افراد به المركب بيبقى مرتبط بالبروتين. علشان الفيتامين ب المركب ينفصل عن البروتين، يجب ان يكون في حراره.
طول ما هم ما فيش حرارة وبيتشرب بالطريقة الباردة ديت بدون تسخين وبدون طهي، بيفضلوا الاتنين مرتبطين مع بعض، ويسمى البيض في الحالة دي بعامل الإصابة، أي عامل الإصابة بنقص أحد أفراد به المركب زي الأبدن. يعني الجسم ما يقدرش يمتص فيتامين ب ده إلا بتسخين البيض. بالظبط كده. وهو ني ما ينفعش. بالظبط. على الناحية الأخرى لو البيض كان شديد شديد الطهي تمام كده، طهيناه لفترة أطول. يعني لو قلنا 15 دقيقة الطهي ابتدى من البارد لحد ما غلى، خد 15 دقيقة ده فاين، وبيطلع بروتين غير عسر الهضم. لكن زيادة المدة عن الربع ساعة بالظبط كده بيأستك، سوري في الكلمة، بيخلي البروتين بتاعه مأستك وبيسبب عسر هضم للبروتين. يبقى احنا بننصح السادة المشاهدين ان في سلق البيض ان احنا نسلق البيض لمدة لا تزيد عن ربع ساعة. تمام. وطب والناس اللي بتحب البيض يكون مش مستوي قوي، برشت برضو رائع، يعني لو 10 دقايق 8 دقايق ده رائع برضو، لان في الحالة دي هتنفصل الاثنين وما فيش مخاطر للسالمونيلا في هذه الحالة؟ لا مفيش مخاطر، لان السالمونيلا ممكن القضاء عليها في درجة حرارة عند يعني 90 درجة مئوية 100 درجة مئوية لمدة 3-4 دقايق، ده فاين يقطع السالمونيلا. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علي رشاد استاذ مساعد التغذية وعلوم الأطعمة بجامعة حلوان، بنشكر حضرتك على وجودك معنا وعلى المعلومات المفيدة جدا جدا اللي افدت بيها السادة المشاهدين. احنا بنتمنى لكل مشاهدينا السلامة، وان هم يراعوا ان ما كانش في شم النسيم ده في شم النسيم القادم بإذن الله كل التعليمات والإرشادات اللي قال عليها دكتور علي، وكل سنة وحضراتكم طيبين. فاصل قصير ثم نبدأ وقفتنا الحوارية الثانية في حلقة اليوم من بنت النيل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم في وقفتنا الحوارية الثانية في حلقة اليوم من بنت النيل، خلال فعاليات احتفالية سكرتارية المرأة العاملة وتكريم الأمهات المثاليات، تم تناول الخطة المقترحة لنشاط سكرتارية المرأة العاملة وحول مشروعات القوانين العمل باعتبارها عنصر فعال في إحداث التنمية الاقتصادية. تدور وقفتنا الحوارية الثانية في حلقة اليوم من بنت النيل، ويسعدنا أن تكون معنا في الاستوديو الأستاذة أميرة عبد الله رئيس قسم الشؤون العمالية بجريدة العمال وعضو اللجنة النقابية للعاملين بالاتحاد سابقا، والأستاذة فاتن السناوي أمينة المرأة وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة ومدير إدارة بأحد الفنادق الكبرى. برحب بحضرتك أستاذة أميرة وأستاذة فاتن، أهلا بك. في البداية أستاذة أميرة عايزة أعرف من حضرتك إيه سكرتارية المرأة العاملة وما تقدمه للمرأة العاملة؟ سكرتارية المرأة العاملة بتتكون من أمينة المرأة، احنا عندنا في الاتحاد 24 نقابة. ال 24 نقابة كل نقابة فيها أمينة للمرأة. أمينة المرأة من كل نقابة بتكون سكرتارية المرأة والطفل. حصل عندنا يعني مؤخرا سكرتيرة المرأة طلعت معاش، وصلت 60 سنة فخرجت للمعاش، وحاليا عندنا الأستاذ محمد سالم نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس نقابة العاملين بالزراعة هو المشرف على سكرتارية المرأة. ويمكن الناس استغربت في الأول إزاي رجل يكون بالزبط. فهي المشكلة إن لازم يكون مسؤول عن سكرتارية المرأة يكون عضو مجلس إدارة الاتحاد. وبكل أسف إحنا ما عندناش في الاتحاد مرأة عضو مجلس إدارة. كلهم رجال. يعني هو كل رئيس نقابة بيصعد حد يبقى عضو مجلس إدارة في الاتحاد، فبالتالي اغلبهم مصعدين رجال مش مرأة. ودي طبعا مش اغلبهم، ده يعني جميعهم بقى
جمعهم جمعهم جمعهم. طب جمعهم. ايه بيعمل ايه السكرتارية دي، بتعمل ايه للمرأة العاملة؟ سكرتارية المرأة زي ما قلت لحضرتك بتتكون من 24 أمينة مرأة على مستوى النقابات. لو في مشكلة بتصادف أي لجنة نقابية بترفعها للنقابة، النقابة بدورها طبعا بالنسبة للمرأة، النقابة بدورها بترفعها لسكرتارية المرأة، سكرتارية المرأة بتوصلها لرئيس الاتحاد وبيتم حلها فورا. نعم. طب أستاذة فاتن، دور الاتحاد العام لعمال مصر في رصد قضايا ومشكلات المرأة، يعني ايه الدور اللي بيقوم بيه بالفعل بالنسبة للعاملات؟ حضرتك زي ما قالت الأستاذة أميرة ان هي السكرتارية ممثلة انها بتوصل القضية للمرأة في كل قطاع على حدة. نعم. يعني قطاع السياحة غير قطاع النسيج غير قطاع البترول، كل واحد المرأة عنده لها مشكلتها. حضرتك عارفه يعني سياسه على حسب القطاع، القطاع نفسه اه، فالمراه بتختلف من قطاع لقطاع. فتمثيل ال 24 مراه في السكرتاريه هي توصيل لقضيه كل منشاه او كل مؤسسه او كل اتجاه للاتحاد. الاتحاد بيبقى بيشوف القضيه ايه بنوصلها له، وهو بيبدا نتابع معاه وبيروح للجهه نفسها او بيبعت لها على اساس يعني نحل المشكله. طب والى اي مدى بيتم بالفعل التعامل مع قضايا المراه والام العامله في الاتحاد بجديه؟ يعني بيتم التعامل معها بجديه؟ بجديه على اساس هو فعلا بيبقى اللجان النقابيه عنده متفرعه في كل مؤسسه. فبالتالي بتبقى هي المراقب للمشكله. فالمراه العامله والام بالذات ايه اللي بيضايقها في القطاع؟ ان ما عندهاش حضانة. دور النقابي بقى قبل ما يبقى دور الاتحاد ان هو بيشوف القانون اتمثل في القطاع ولا لا، اللي هي 100 عاملة لازم تكون في دور رعاية الطفل عشان هي تقدر تشتغل. فطبعا كده لازم دور المرأة بقى هنا ان هي اللي بتشوف، وبالذات النقابيات. احنا دلوقتي الحمد لله بقى نسبة كبيرة قوي من النقابيات موجودين. فحتى هي لو موجودة في المؤسسة مع لجنتها هي اللي بتكون اكتر حريصة على انها تتابع موضوع الحضانة في المؤسسة اللي بتعملها. طب استاذة اميرة، يعني احتفالية سكرتارية المرأة العاملة وتكريم الامهات المثاليات، في هذه الاحتفالية اتكلمتوا فيه؟ ده تقليد لاول مرة يحصل. وعايزة اقول ان الاستاذ محمد سالم مشرف على سكرتارية المرأة، لكن هو اختار هيئة مكتب أمين عام وأمين عام مساعد ومقرر ومقرر مساعد، الأستاذة جليلة عثمان، الحاجة جمالات رافع، الأستاذة ميسة عطوة، الأستاذة وفاء بولتية.